دايما بفكر ازاي ممكن استغل الكاوتش اللي هي حاجه الناس بترميها، وهي خامه ليها خصائص كتير مميزه، منها عزل الحراره، ان انا اقدر اوفر موبايل شيلتر او شيلتر من 4 لـ5 قطط يقدر يبقى في يعني مع الوقت موجود في كل شارع، من حاجه احنا بنرميها وخامه تقدر يعني نحافظ على حياه كائن بحاجه احنا بجد مش محتاجينها. قاسية جدا زي ما احنا شايفين، التلج بدأ ينزل في مصر، والتغيرات المناخية اللي بتحصل مع المطر أو مع التلج اللي بدأ ينزل في الغردقة واسكندرية كده. بالتصميم ده هنقدر نقول ان احنا وفرنا مسكن آمن معزول حراريا لـ5 قطط، حجم مش كبير ان انت تحطه قدام بيتك وكده.